فيما تغريك الرمال البيضاء على شواطئ جزيرة بورتوريكو بأن عطلة سنوية ستكون الأجمل هنا، فإن وقوعها على البحر الكاريبي يجعلها أحد أسوأ الأماكن استقراراً، فلا تكاد تنتهي عاصفة حتى تضرب الأخرى. أما الأسوأ فحدث عندما أغرق إعصار ماريا الجزيرة بأكملها وتسبب في مأساة إنسانية كبرى. فماذا حدث؟ في صبيحة 20 من سبتمبر للعام 2017 كانت جزيرة بورتوريكو على موعد مع إعصار مدمر اعتبر الأكثر عنفاً منذ 80 عاماً. بدأ الإعصار بزوبعات على طول الجانب الشمالي من جزر البحر الكاريبي، ثم وصل إلى اليابسة في جزيرتي دومونيكا وبورتوريكو. كانت دومونيكا البالغ عدد سكانها 71,000 أول موقع هبوط لماريا، وصنف حينها بالفئة الخامسة قبل أن ينتشر إلى جزيرة بورتوريكو التي يبلغ عدد سكانها 3,400,000 نسمة، وتتراجع قوته إلى الفئة الرابعة. بلغت سرعة الرياح 155 ميلا في الساعة، فكانت قادرة على اقتلاع الأشجار وأسقف المنازل الخشبية، كما أسقطت محطات رصد الطقس والأبراج الخلوية. انقطعت الكهرباء عن الجزيرة بالكامل، وأصبح الوصول إلى المياه النظيفة والطعام مقيدا بالنسبة إلى معظم الناس. دون سابق إنذار اضطر أكثر من 130,000 بورتوريكي لترك منازلهم. حصدت الكارثة أرواح آلاف من السكان، وفيما قالت تقارير رسمية إن القتلى تجاوزوا 1,400 شخص. رجحت تقارير مستقلة أن أعداد الضحايا كان أقرب إلى 3,000. فاقمت الكارثة من معاناة الجزيرة التي يقبع أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر، وتعاني من مديونية بمليارات الدولارات، خصوصا أن الحادثة تسببت في دمار نحو 80% من المحاصيل الزراعية، وهو ما يعادل خسارة 780 مليون دولار. قدرت أضرار الإعصار بنحو 94 مليارا و400 مليون دولار. وطلبت أكثر من 1,200,000 أسرة مساعدات إغاثية وإسكانية. بالنسبة إلى سكان الجزيرة الكاريبية التي باتت إحدى أراضي الولايات المتحدة منذ أن تنازلت عنها إسبانيا، كانت هذه هي أقصى كارثة إنسانية عرفها الناس هناك، فمن لم يفقد قريبا خسر بيته أو مصدر قوته.